بسم الله الرحمن الرحيم. انا عامل فيديوهات، الفيديوهات دي عشان تتشاف لازم اخدمها ازاي؟ لازم اخدمها مثلا عن طريق مواقع تخلي الفيديوهات دي تتشاف، او ممكن عن طريق الفيس، او ممكن عن طريق تيك توك، او ممكن عن طريق حاجات كتير جدا. تعالوا نشوف الموضوع ده بنعمله ازاي. تعالوا موقع زي موقع خمسات مثلا كده، انا ممكن اجي اقول له هنا ايه، بقول له طب انا عايز مثلا ايه، عايز اروج لفيديوهاتي. هيقول لي طب ماشي، انا ممكن اشوف لك هنا اي حد من اللي بيروج في الفيديوهات ونبدا نشوف لك الدنيا هنا عامله ايه. نبدا ندور هنا، هنلاقي واحد مثلا بيقول لي ايه، ممكن انشئ لك حمله اعلانيه لفيديو مثلا يوتيوب الخاص بك. هقول له ماشي بكام يا عم؟ هيقول لي مثلا الحمله دي ب$10 للفيديو. هقول له طب انت عندك طلبات شغاله؟ بيقول لي عندي طلب لسه شغال فيه، سعر الخدمه $10، عندي المشترين مثلا كذا، عندي متوسط سعر. المهم يعني شوف، هو ده الشغل اللي هو بيقدمه. بيكتب لك هنا شويه مميزات، بيكتب لك شويه شروط، بيكتب لك شويه حاجات هنا معينه انت ممكن تقعد تقراها وبتختار. بيقول لك لو عايز تزود هنا مثلا في $3 مثلا كل مده يومين، $4، الكلام ده كله. هتقول لي طب ما دي حاجه كويسه جدا. هقول لك ايوه، بس في حاجه برضو عايز اقولها لك. لو انت مثلا فردا مش عايز تشتغل حاجه مثلا بفلوس، هل ممكن تيجي مثلا هنا لحاجه مثلا زي تيك توك مثلا ده وتبدا تشتغل في حاجه على الصفحه بتاعتك؟ نزل الفيديو بتاعك على الصفحه بعد ما تنزله على اليوتيوب طبعا، وتبدا الناس اللي عندك تبدا تشوف الدنيا عامله ايه والكلام ده كله. هتقول لي طب ماشي معلش برضو، طب في حاجه تانية؟ ممكن تدخل برضو على الصفحه بتاعتك، الصفحه مثلا انت عامل صفحه تانية مثلا او على ريلز مثلا، وده اكتر حاجه بتمشي لك الدنيا شويه. تعال شوف مثلا فيديو زي ده مثلا، اخر فيديو اهو برضو انا عامل فيديو زي ده نزلته على ريلز، عمل شغل كويس وجاب لي يعني اقل حاجه بيجيبها 1500، اقل حاجه بيجيبها و 3000 و 4000 مشاهده، وبعرف الناس انت بتقدم ايه. طبعا انا بعمل ريلز فيديو خاص جدا بيه 15 او 20 ثانيه، لان هم بيبلش فيديوهات طويله اكتر من وقت تايم معين هو عارفه. حلو كلام. فاحنا لازم نعمل فيديو معين نشرح فيه عشان نعمل جذب للجمهور. طب هل ممكن برضو نستغل اي منصه ثانيه في الموضوع ده؟ ممكن نعمل حاجه بسيطه جدا، ممكن نيجي على التيك توك هنا برضو انا عامل حاجه زي كده. مش كل حاجه هنا هتبقى شغاله. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجات هتبقى شغاله وفي حاجات مش هتبقى شغاله. يعني مثلا تعالى، يعني انا عامل مثلا فيديو هنا، الفيديو ده مثلا جايب مثلا 207، تعالى شوف مثلا عدد قليل مش كبير، لكن تعالى بس نبص على فيديو تاني مثلا هتلاقي جايب مثلا ايه 13000 او 16000 او مثلا فيديو زي ده مثلا. تعالى شوف الفيديو اللي زي ده اللي جايب 16000 دوت، اهو نقفل بس الصوت. تمام، ادي ما انت جايب مثلا 16 داخل 17000، ده انا ما عملتلوش حاجه، هو لوحده شغال. مش كل الفيديوهات خلي بالك هتشتغل على ريلز او تيك توك وتعمل لك وتعمل لك وتعمل لك، لا مش كل حاجه هتشتغل. فانت خد بالك ان في منصات كده جدا انت ممكن تشتغل عن طريقها. موقع زي موقع خمسات ده مثلا برضو في شويه حاجات كده مثلا نبص عليها. تعال نشوف مثلا واحد بيقول انا ممكن اعمل لك حمله اعلانيه مثلا بمبلغ قد كذا لمده يوم، المبلغ ده باخد منك مثلا مقابل ان انا اعمل لك حمله مثلا، بروج لك مثلا اوصل لك عدد معين، انت بتبدا تشوف ايه شروطه، ايه الموضوع اللي بيقدمه لك، الكلام ده كله. يا جماعه كل اللي انا بهدف الموضوع اقول لك ان في طرق كتير جدا انت ممكن تروج بيها فيديوهاتك لو انت لسه في البدايه والناس لسه ما تعرفكش. اذا كنت عايز مجانا موجود، كنت عايز بفلوس موجود، وكل حاجه بتبقى موجوده هنا. فانت عشان كده بقول لك انت يا صاحبي خد بالك انك ما تياس وتقعد تقول فيديو ما بيجيبش وبيجيب، واحده واحده وهيبدا يجيب. ما تفتكرش ان هتتعرف على طول، خصوصا انك لسه ما تعرفتش. في طلب عايز اطلب بس من الناس اللي بتبعت طلبات صداقه والكلام ده، يا جماعه ما حدش يبعت لي طلبات صداقه، لان انا اللي عايز يعمل متابعه، لان انا ما ينفعش يعني انا عندي العدد هنا، العدد هنا كامل تقريبا ما فيهوش، يعني العدد هنا عندي بصوا يا جماعه وصل هنا اكتر من 5000، فما ينفعش ان انا اكتر عن كده، هو مانع الكلام ده كله. انا عجبكم الفيديو ما تنساش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.